الحمد لله رب العالمين، القائل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج كمان دين نجرى سديد كذية، ولكن يريد كمان دي ترى ليطهركم نديا تهرتورا وليتم نعمته عليكم نندر يمن ذاك ذكتور لعلكم تشكرون. شكرا شكرا لنكر من رحمة الله تعالى رحمة كما ينكر بعباده كنجنزرو أن رخص لهم سيرو كسكجو رسكجو في المسح على الخفين، خفين ديا حمسة والجوارب جورب في الوضوء وللا بدلا من غسل الرجلين تتشين دي تلتي درو اسمها حمسة نمي أسبسنا، وذلك أدهما بالمسح مرة واحدة حمسة بس أعلى الخف الأيمن شتكم خفية كم برمي كلا كريد حمسة نمي باليد اليمنى مكو كم برمي حمسة نمي بس، وأعلى الخف الأيسر باليسرى شو في لاي كلان زر كريدة وفي مكم وفي لان حمسة نمي خلاص، وفي لاي كلان حمسة نمي كم برمي تولي كريدة حمسة نمي خلاص. مفرجا أصابعه قولون دوزر كازنالا قولون من كيب كتالان كاتالا مبتدئا بريتمالا من أصابع رجليه قولون دوزر تشي قولون دوزر بوشيلان بريتمالا إلى بداية ساقيه حرب وديارم شول ميتريشن يمسح على الخفين معا خفين دلا حمسة جن، ويبدأ بريجن بالخف الأيمن الشخوف كم برمير بريجن داي ثم الأيسر آلا داي كورو في الأرواء أريان قون كم زكو جن. فالأمر في ذلك واسع لما الرسول الله فرق جسنا دياون يشترط شرطتنا أن يكون ولتر الخوف خوف طاهرا طاهر ولتر من النجاسة نجسة، وأن يكون ولتر ساترا للقدم قدو قدو داك زتنا ولتر، وأن يلبسه ما سنديا زكا على الوضوء كامل ولا زكا كامل كذب كوالا سنديا شكور ولتر، ومدته يوم وليلة للمقيم لو تنزرق يم فالدبدون ذا للمقيم كم بلند أنار، وثلاثة أيام بلياليها كاويا كبننزا للمسافر بلا روما كاويا ك ستيا دولين من دا شيم دي تلتري دا ينال نواجبشين دا نبلان ناكاو فالبننزا دبدا فالبنيا يبدأ بريتي شيء احتسابها كم دا برمي من أول مسح بعد انتقاد الوضوء ولو مفبرتنا إيه حمزة تمي برسلك لدن حمزة تدابرينمي كم دابرينمي داي فليتوضأ ولزل صلاة الفجر فجر مثلا مثال فليتوضأ ولزل صلاة الفجر فجر مثلا مثال ولبس الخفين خفين دا تشكو ثم انتقض وضوءه ولنزف فرته الساعة التاسعة صباحا سلا ري سوا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة سمين اندين ولونه ومسح على الخفين خفين درا حمسانه، فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة سا فجر لنجي يبري منك ولا سامين إن دني ولا مفبرت خوف دا إكما دن دا حمسة تبري من لا من الساعة التاسعة، ويكون ولز المسح في الحدث الأصغر ويكون ولز المسح حمسة في الحدث الأصغر حدث جنا لن، وأما الحدث الأكبر حدث كرة تيلا نتبت بجاه فيجب واجبتين فيه شلن الاغتسال الكامل كسلة كاملة واجبتين، ومن خلع خفيه كم خف إن دارنجا أو انتحت مدة المسح أو مدة دنو شر شريك كسطنا ما حمسة الدجاج فوضوءه صحيح ولنزل كلوا ديا ما لم ينتقد بناقد آخر ولنزل ففرتي ما حمسة مبري حمسة مار ولن بيا ولم سلم ولم نبيديا، فإن أراد المسح مرة أخرى ذلك حمسة والتقى من الرسول وجب عليه أن يتوضع أولا وضوءا كاملا لنم ولا كامل ولا نمياده يغسل فيه قدميه قدون دي شلان تلمين قدون دي شلان تلمين أدين قاون ثم يلبس الخفة دا خوف دا ديني كمية ألا دي حمسة ويراعي الشروط السابقة شرطا دنو كم زكوزنا معلو أنجل جناتي. والسلام عليكم ورحمة الله.